في هذا الصباح السيد العامل زار الورش ديال بناء المستشفى، وكما تلاحظون انه دار واحد الزياره اللي كتدخل في التتبع ديال الاشغال، وهو من الناس اللي كيتبعوا الاشغال ديال هذا المستشفى باش يكمل ان شاء الله في الوقت المضبوط بحول الله، وكذلك يعني باش يحفز المقاولات باش يشتغلوا بسرعه مع الاداره باش ينتهي الورش ديال هذا العمل في المستشفى. وكانت زيارة طيبة الحمد لله، وكان جميع المرافق، ونحن أكدنا للسيد العامل بأنه إن شاء الله من الأمور ومن الأساسية والمشاريع الأساسية اللي كتتعلق بالصحة في المدينة ديال زيو هو هذا المستشفى، وراه على يعني إن شاء الله على وشك باش يكمل، وغادي نكونوا مسرورين بهذا المستشفى إن شاء الله لما يكمل ويبقى يؤدي الواجب ديالو اللي كنتظروه جميعا وكتنتظروا معنا الساكنة كلها. والسلام.